نخبة من رموز الشعر والأدب والثقافة بموريتانيا، إلى جانب جمع من أساتذة وطلاب الجامعة الصوفي والمحمية، ومزيد من التفاصيل. بحضور عدد من رواد الأدب والثقافة والإعلام، انطلقت بنواكشوط فعاليات الملتقى الأول لجامعة الشنقيط حول الشعر الموريتاني تحت عنوان التنوع والتكامل. فبقدر هذا التنوع وذلك التكامل نوقشت إشكاليات طرحها الشعر الموريتاني قديما وحديثا. إشكالية الحداثة في الإبداع الموريتاني موضوع تعرض له الدكتور محمد ولد بوعليبة، مبينا أن القضية الفلسطينية والأحداث التي شهدتها المنطقة فرضت نفسها على الشاعر الشنقيطي حتى أصبح شعره أداة لمواجهة الآخر. في هذه الفترة اصطبع الشعر بلون سياسي وأصبح شيئا فشيئا يتجه نحو الالتزام، متناولا في مجمله موضوع الهوية الوطنية. ابتداء من الستينات بدأ الاتصال بالشرق الأوسط من خلال بعثات الطلاب، وتطور الشعر من الآن فصاعدا ليصبح مدينا للانفتاح نحو المشرق الذي كان هو نفسه على اتصال بالغرب منذ حملة نابليون. إن الشعراء الموريتانيين من هذا الجيل يقتبسون من التيار الحداثي الشرق أوسطي الذي تأثر بدوره بالأشكال الشعرية الغربية، الشعر الحر ثم القصيدة النثرية. الغوص في أعماق الشعر الموريتاني الحديث مهمة قام بها الباحث والدكتور محمد الحسن ولد محمد المصطفى، الذي أشار إلى أن الحديث عن الشعر الموريتاني ينبغي أن يكون في سياقه الزماني والمكاني الخاصين به، نتيجة للأبعاد السوسيو-زمانية ومكانية للشعر في المشرق، الذي ظهرت مدارسه متأخرة بفارق ما يناهز قرنين من الزمن عن النهضة الشنقيطية في الشعر. لا نستطيع نتحدث عن مدارس الشعرية الرومانسية ظهرت في السبعينات، والرومانسية العربية ظهرت في القرن بداية القرن العشرين، والكلاسيكية ظهرت في القرن التاسع عشر، ظهرت عندنا قبل ذلك وبعد ذلك. طبعا هذا يطرح إشكالية أخرى، ما منزلة الشعر الموريتاني القديم أو الشعر الشقيطي من النص العربي المحال له أو المحال له زمانيا؟ لأنك إذا استثنيت ابن رازق واليداري والجيل الأول، طبعا الاستاذ مختار الباهر درس ذلك جيدا ويعرفه، فان الشعر الذي ما يسمى بالشعر القرن الثالث عشر يدخل في اطار من الناحيه الزمنيه اطار شعر النهضه العربي وشعر الحداثه العربي. ملتقى جامعة الشنقيط يأتي في ظروف تتصدر فيها موريتانيا قائمة الدول الأكثر شاعرية على الإطلاق حسب مراقبين، وتحافظ فيه على لقبها الشهير بلاد المليون شاعر، غير أن إشكاليات نقدية لا تزال في حاجة إلى التفسير. فهل سيعطي هذا الملتقى لتلك الإشكاليات تفسيرا جديدا تكون صياغته لها مقنعة؟ صوفي محمياي، الوطنية.